مع بدء زيارته للكيان الصهيوني، ناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اجتماعه مع رئيس الكيان شيمون بيريز الأوضاع في الشرق الأوسط، وركز خاصة على برنامج إيران النووي. وأكد أوباما أنه لن يكون إلى جانب تل أبيب صديق أفضل من أمريكا. واثق الخطوة متشحا لوني علم الكيان الصهيوني الأزرق والأبيض في ذكرى قيام الكيان، بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول زيارة خارجية في عهدته الرئاسية الثانية، مجددا التأكيد على التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب تل أبيب. وذكر أوباما أمام رئيس الكيان شمعون بيريز ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو والمئات الذين استقبلوه أن اختيار إسرائيل لتكون محطته الأولى في ولايته الجديدة أمر ذو مغزى. أود أن أبدأ فترة ولايتي الثانية من إسرائيل المحطة الأولى في رحلتي للخارج، وهذا ليس من قبيل الصدفة. أعتبر هذه الزيارة فرصة لإعادة تأكيد الصلة التي لا تنفصم بين دولتينا، وإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل، والتحدث مباشرة إلى شعبها وإلى جيرانكم. كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل قبل 65 عاماً. أنا واثق إن تحالفنا أبدي. وزار أوباما للتأكيد على هذا التحالف بطارية من نظام القبة الحديدية قبل أن ينتقل جوا إلى القدس المحتلة لبدء اجتماعاته الرسمية مع المسؤولين الإسرائيليين. من جانبه شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي لدفاعه عن حق تل أبيب في الدفاع عن وجودها على حد قوله، واعتبر نتنياهو أن أوضاع الشرق الأوسط بحاجة إلى تأكيد التحالف مع الولايات المتحدة أكبر من أي وقت مضى. وتستغرق زيارة أوباما للمنطقة 3 أيام، سيزور خلالها الضفة الغربية المحتلة والأردن أيضا. من جهة أخرى، قلل البيت الأبيض من حجم التوقعات المحيطة بزيارة أوباما، مشيرا إلى أنه لا يحمل مبادرات جديدة بشأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. محادثات الرئيس الأمريكي مع نتنياهو وبيريس ستتركز على الملف النووي الإيراني والأوضاع في سوريا وعملية السلام في المنطقة. وفي غضون ذلك، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في الخليل تنديدا بزيارة أوباما، وندد المشاركون بالسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال. وكانت الشرطة الفلسطينية قد اشتبكت أمس في رام الله مع عشرات المتظاهرين الذين احتجوا على الزيارة. وفي قطاع غزة نظم فلسطينيون مسيرة ضد زيارة أوباما للأراضي الفلسطينية، كما شهدت بيت لاهيا تظاهر المئات من أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.